انا مو قلت لك لا تمد ايدك على ايدي بحاجتها يا مين. اسمعني انا مو قلت لك لا تمد ايدك على ايدي ابني انا بحاجتها. اسمعني اسمعني قلت لك لو لا انت اطرش انت اطرش اطرش لا لا عاد ليش تمد ايدك؟ خلاص اشتريت لك ذني كافيات رفيت هاي لا تحسبها لا تحسبها عوفا ابني انا اريده محتاجه قلت لك لا تمد ايدك على شيء ما تريده ابني اريده قلت لك لا تمد ايدك على شيء ما تريده 100 مره قلت لك لا تمد ايدك على شيء ما تريده بس لا تتدخل يا رجال ما تدخل لا تتدخل بس خليك شوف هاي طول بالك استاذ العزيز احاسب على هاي مال حجي لا 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 عوفة هذا عوفة رجاء انت اعطيني اعطيني اوكي اعطيني تعال رجع رجع ابني بحاجتين رجع 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 هناك وين كانت رجعها يلا ناس كتير كانت بتتفرج بس ما حدش فكر يتدخل لا تدخل لا تدخل الله ورطني بيك الله طول بالك بعد يلا ما صار شيء ما صار شيء ما صار شيء حجي ما صار فوتني تورطت بيك اني يلا ما صار لمن ما صار يلا لمن صعد الفوق طول بالك حطي يا رجال شو بيه طول بالك لا 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 رجاء رجاء عوفي ما صارش رجاء ما زعلك رجاء رجاء لا تدخل اخوي لا تدخل ما صارش ما اختي اختي رجاء هو ابوك لا مو ابوك يا رجاء رجعيها رجعي لا تدخل لا تدخل عوفن اتدخل بعوفن اتدخل عوفن حبيبي ما عوفن عوفن ابوي عوفن رجعهن رجعهن الرحمة افعال مش كلامه بس صعدهن يلا صعدهن رجعهن عفوا حج احنا شينا عفوا عفوا رجان اخوي لا حد يدخل ابويا حبيبي لا تدخل صلي على النبي ابويا لا تدخل صلي على النبي ابويا لا تدخل رجان رجان لا حد يدخل ابو مصطفى رجان لا حد يدخل اي كافي الله مو داش يا اخو علي نزل يدك ما نزل يدك هاي ما صار شيء يلا شباب ما صار هذا ابوك هذا لا 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 واحد اخلي يلغم بعض روح 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 يلا شو قلت الله ياخذه في يخلصني ابوك ابوك متورط بيك متورط بيك تعبني هو متورط بيك مرباك شو عشان شفت ابوك لا تتدخل اخويا رفوق قاعد وبعد طول انتظار انفجر فجأة اعطيتك خمسة؟ ايه اوكي اهدى بس تفضل هذا برنامج اسمه برنامج الصدمة برنامج الصدمة الاخوان هنا كلهم ممثلين احنا شفناك هواية ظليت ساكت وتفرك بوجهك وتاخذ نفس وتتوقعنا انه انت ما راح تتدخل مو انا شنو يعني مو قاعد اعرفه يعني ما ادري اسوي ضوضاء بالمحل هذا تطلع برا يعني تاخذ برا واني والدي قبل فترة توفى يعني فاني شوي الا رحمة الله احنا اسفين فأنت ما تقبل بصورة عامة ما تقبل له لأن والدك متوفي لا لا بصورة عامة أكيد بصورة عامة أنت إنسانياً حركك هذا الموضوع أكيد شيء إنسان هو أكيد يعني شلون إنه أب ابن يعامل أب يعني أبوه بهالطريقة صعبة ما خفت لا يتجاوز عليك أيضاً لا ما خفت لأن غيرتي دفعتني عليه لو متجاوز عليك الولد كان إيش سويت قال يضربني بس ما طول يعني هو شيء أكبر مني ودي عامل أبوه يعني دفعتني الغير عن علي ما أعرف ما تحملت ما تحملت الموقف هو بحد ذاته يخلي تشي يعني تنهزين يعني أنا لو بدي فتشي كان كان ضربتي؟ يعني ما أضربه بس يعني لو بدي كان أخذه أوديه بمكان أو فتشي يعني موقفه يعني كلنا تفاجئنا يعني ما تفاجئنا يعني أكو واحد ابنه مستحيل يعني مستحيل أكون يتشي ولدي يتشي وياه بس الدنيا كل يعني شي بيه يعني فعلا هزني موقف هزني يعني الدنيا كل شي بيه يجوز أكو الأب والأم يعني شقد ما واحد هو رب العالمين يقول وبالوالدين إحسانا بدل يعني ما تساعد أبوك وتنطيه وهاي أنت هيك تتعامل وياه ما يصير هيجي هيك تصرف لا ما شايفه هيك موقف بحياتك؟ لا شايفه بس مو قوي بس مو هيك قوي مو هيك قدام العالم وشي يعني واحد نوبات ينزل نفسه أذاك الموقف؟ لا يعني ماكو واحد يعامل أبوه هيك